أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اعتمرت وفي أثناء السعي تذكرت أنني لم أركع ركعتي الطواف، فركعت ركعتين أثناء السعي ثم واصلت السعي، فهل فعلي صحيح؟ ركعتي الطواف سنة يا أخي، إذا تركتها متعمدا ليس عليك شيء، فكيف إذا تركتها نافلة ما عليك شيء، وفعلك هذا خطأ لكنه لا يبطل السعي إن شاء الله. نعم.